يا اهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا عملنا فتت لحم، فتت حمص، فتت دجاج، فتت مسخن، لكن اليوم فتتنا غير ولا ايش؟ اليوم فتت ربيان. وكمان حابه شوي علق على موضوع التنمر، وموضوع كثير يمكن شدني لانه بيأذي كثير من الاطفال، وخاصه طبعاً الاجيال سواء مراهقين او اطفال صغار، واحيانا بتخلق عندهم هي العقده. بدي احكي انه لما بيكون بنشوف نحن الطفل او ابننا او بنتنا عنده شيء متميز، احيانا بيكون حلو بعيوننا بس بننسى نعزز فيهم هذا الشيء الحلو. يعني اذا لقينا مثلا بنتي اطول من غيرها بالصف، بدل ما انه ما اجيب هذا الموضوع انا بالنسبه لي بعرفه، ذكره انه كثير حلو طولك او انت هذا الشيء اللي عندك كثير حلو. والشغله الثانيه اللي حابه كمان احكي عنها وكثير حساسه، موضوع الاكل اللي بنبعته مع الاولاد على المدارس. فاحيانا لاحظت ببعض المرات كانت اوقات مثلا تقول بنتي انا ما بدي هذا الساندويتش. انا استغرب، هي ساندويتش صحيه ومفيده ومريحة. واكيد ساندويتش من يدك يعني مو اكيد لذيذ. يعني في عندي اشياء كنت مثلا اكون استغرب منها. بعدين سالت قلت لها ليه ما بتحبي تاخذي هاي الساندويتش بس انت بتاكليها بالبيت؟ قالت لي فاستوعبت انه يمكن اصحابها بيقولوا لها انت بتاكلي هيك، يعني فيه نوع من انواع التنمر الغير مباشر. فاحيانا يمكن تكون نوع الكوزين او نوع مطبخنا فيه مثلا بهارات معينه غير الناس بترفضها او بتلاقيها غريبه، فاحيانا يمكن نسمع شو سبب رفضهم هيك أشياء. ذكرتيني صاحبتي مرة حطت لولدها سليق في المدرسة. والسليق يعني إنه سهل يتأكل ويحبوه الأطفال، يعني دائما يأكلوه. ففي المدرسة هو تفشل لأنه في مدرسة كلهم أجانب، إنه إيش هذا رايس بودينج وما استوعبوا إيش السليق. لا دائما يكون عندهم ثقة بالكلتشر تبعهم بكل شيء عندهم تفاصيل. خليني أخبركم عن تفاصيل هالفتة اليوم اللي يمكن مختلفة عن نوعها. وصراحة هلأ صارت كثير منتشرة بالعالم العربي هالوصفة هي اللي هي فتة الربيان، بس لازم تنعمل أو ننتبه على تفاصيل معينة. أول شيء مثل أي فتة لازم نحتاج نستعمل الخبز. هون عندي أنا الخبز بلشت بتحضيره، ولازم يكون بهالفتة تحديدا الخبز مقلي، لأنه نحن بنحتاج القرمشة. عنا ثلاث طبقات، عنا الخبز وعنا خلطة اللبن وعنا الربيان وآخر شيء بس طشة السمنة مع المكسرات والكزبرة الخضراء. فإذا عنا الخبز كان مثل فتة الحمص مشوي أو محمص على طول رح يتشتش، فبيصير ملمسه مع الربيان خطأ. يمكن دائما بنحكي عن ملامس الأكل أو التكستشرز بالأكل، لأنه كتير بيفرق معانا لما ناكل كل شيء هيك بنفس الطعم ما بيكون مبسوطين طبعاً. فيه حتى لو كان طعمه طيب. فبداية أنا استعملت الخبز العربي. دائما للطريقة الأسهل للخبز العربي أنه يكون إذا عنا الخبز بايت أو شوي بلش ينشف، على طول نقصه بالمقص مكعبات أو مربعات صغيرة ونتركه ينشف بالفرن. بعدين فينا إحنا نقليه أو فينا نرجع ننشفه ونخليه بكونتينرز بهالطريقة هاي، فينا نستعمله مثل ما نحن بدنا. حلو. وما نضطر نقلي كل يوم أو نشوي كل يوم. فنحن اول ما بيطلع من القلي، طبعا انا هون شغله كمان مهمه كثير، اول ما شلته من حشيل اللبن، اول ما شلت الخبز من النار على طول حطيته على منديل للتنشيف. بهالطريقه هي متاكد انه هو ابدا ما في زيت، كمان الزيت شيء مو مستحب لما ناكله بالفته. هلا بس اللي حاعمله اني حتبل بشوي من الملح. وكتير حلو كمان ننتبه بموضوع الفتة إنه إحنا عم نحط عم نبهر كل طبقة بطعمة مختلفة. طبعا. وهون ححط رشة من الكمون خفيفة اللي هي حتدخل بس بالخبز، ما حأستعملها باللبن أو بالربيان. هلأ هون إذا عندي الخبز صار جاهز عليه بس ملح وكمون، حنحكي هلأ عن اللبن أو خلطة اللبن، وبهذا الوقت رح حمي المقلاية لنحضر الربيان. بالنسبة لللبن عم بستعمل هون خلطة أنا دايما بستعملها لتحضير الفتة، يمكن هذا السر الفتة اللي بتحبيها سارة أو اللي بتكون هيك فيها طعمة حموضة. أساسي كتير أنه نحن نكون عم نستعمل لبن حامض أو فيه طعمة هيك يكون دسم، ما يكون لبن حلو أو بيصير هيك مريق معانا بالخلط. فأنا عادة بجيب اللبن، يا أما بجيب اللبن جريك يوغرت اللي هو اللبن اليوناني، أو إذا جبت لبن ما حسيته حامض زيد عليه تقريبا يعني كوب من اللبنة الحامضة. فأنا هون دايما بعمل هاي التريك بهالحالة هاي، بتأكد أنه أخذ اللبن الحموضة اللي أنا حابة استعملها. هلأ المكون الثاني الأساسي لخلطة اللبن هو الثوم المفروم. وصدقوني لما منقلل من الثوم، يعني منقدر نحن نستعمل جزء ثاني من الثوم مع الربيان منكمل الطعمة. فأنا بس بدي يعني شوفوا كيف برأس المعلقة يدوب ربع أقل من ربع معلقة من الثوم، لأنه الثوم الني بغض النظر عن جد عن جد تقيل ومزعج على المعدة. فحنقلي الباقي وما حنحس بطعمة الثوم كتير. هلأ شوي من الملح، ودائما الملح اختياري، بحط أنا عادة رشة لحتى ما يكون كتير. هلأ منزيد عليها الليمون والطحينة. حأستعمل نص ليمونة، خاصة أنه اليوم نحن زدنا شوي حموضة باللبنة، فنعصرها هون على الخلطة
وهلا بزيد على الخلطه اللي هو المكون الاساسي للفته وما بتزبط بدونه صراحه اللي هي الطحينه. فحنزيد عليها تقريبا ربع كوب من الطحينه على الخلطه. وهلا بس اللي حنعمله انه حنخلط هالمكونات مع بعض. فساره يمكن على عكس في فتات ثانيه بتكون تتقدم حاره بيكون نحن عم نطبخ اللبن او بنقدر نسخنه على النار، بهالحاله هي بتكون تزبط مع اللحم او مع فتات ثانيه. اليوم فتتنا حتكون بارده، فاول ما احنا بدي اورجيكم كيف صار. الله بس اقدر اشمها ترى صار فتة. طبعا حقول لك شو احلى شيء بالفتة بالعالم بالعالم، وممكن كل حدا هلا حيتذكر هالشغله. بس تشوفي مزيج خلطه اللبن، بتكون انت التيتا او الماما حرام تعبانه ومحضره فتة وقصص، بس تشوفي خبز مقلي ولبن تبدا تغمس صح، بيكون عندك هاي الكميه فجاه انا بلاقي الصحن فيه هيك ربع كوب. فهي يمكن من الاشياء اللي فعلا بصير بقول بدي ادق لك اياها اذا طيبه او بتحتاج شيء، فيمكن لانه عجد قد ما هالخلطه طيبه كثير. طيب هلا نحن حضرنا الخبز حضرنا اللبن، اكيد ما بنعمل الفته او ما بنركبها مع بعض غير لاخر لحظه. بس بهالوقت هذا رح اخبركم عن الروبيان وكيف حنحضره شو الطعمات اللي حنزيدها. اساسي كثير طبعا انه تكون المقلايه حاميه كثير. حاستعمل شوي من زيت الزيتون لانه مثل ما قلت اليوم حنحط سمنه، يمكن قليل ما استعمل السمنه بالمطبخ. اظن اول مره انا معك في المطبخ وتحطي سمنه قدامي. لا بس اليوم هي مع الروبيان هيك ليطلع دسم ومثل ما احنا بدنا. فبزيد عليها، انا استعملت الروبيان اللي هو الحجم الوسط. بدي يكون هيك يبين معنا، لازم يكون منظف، لازم ما يكون عليه ديل ويكون منظف الظهر وكل شيء تمام بالروبيان. تمام. قبل ما نقلي حضيفه هون على المقلاية. الروبيان ينطبخ مرة بسرعة يعني حيخلي الفتة كمان أسرع. مو بس مرة بسرعة، لازم ينطبخ مرة بسرعة. أيه. وما لازم نطبخه زيادة عن الحد المتعودين عليه للروبيان. لأنه مثل ما شايفة هلأ مثلا روبيان فريش ما قاله ريحة زنخ، ما قاله إذا كل ما طبخناه أكتر كل ما صار يعني الدس هيك كمان مو طيب. فالفكرة أيه. هون أنه إحنا نفرده بالمقلاية، ما نستعمل مقلاية أصغر من الكمية اللي عم بستعملها. يعني أنا اليوم إذا عندي كيلو من الروبيان اتأكد أنه مفرودين بهالطريقة. التدفيل اللي حاستعملها على الروبيان هي بس عبارة عن البابريكا، الملح والفلفل الأسود بس. أنا هون أول ما تبلش بالضبط، وبعدين لأنه حنرجع إحنا بس نحط الخبز واللبن والروبيان حنرجع نحط السمن مع الكزبرة الخضراء، يا سلام. وحتكون هي تمازج الطعمات. فأول ما بلش شوي يتغير لونه، شوفوا هنا عم نقلبهم، حتأكد انه بلش شكي يعني على طول اصلا اول ما بتغير لونه بتصير هيك بتلف وبتصغر حجمها. فهي ما بتاخذ معنا اكثر من دقيقتين. بهالمرحله حزيد عليهم نص معلقه من البابريكا اللي هو الفلفل الحلو المطحون، ممكن نستعمل الحر على فكره كمان كثير بيطلع طيب، رشه ملح وبنحط عليها كمان فلفل اسود، نتركهم لحتى ينطبخوا. رح ارجع لكم بعد شوي. انا صراحه حابه اسمعكم الطش اليوم والله. خلاص اوكي خلاص نسمعها سوا. لا اذا عندكم هالمكونات بلشوا حضرون، بعد شوي برجع لكم ونشوف كيف حنكمل هالوصفه الطيبه. تسلم الايادي شفا. هلا هاني وصف الملمس تبع اللبن، وهو فعلا لازم يكون يمكن شوي بسماكه معينه ما يكون سائل معنا. واليوم نحن مثل ما قلنا عم نحضر فته الروبيان، ورح اذكركم شوي بالتفاصيل اللي هيك بسيطه اللي زدناها على هالفته. حضرنا نحن اول شيء الخبز المقلي، وانا اليوم ضروري يكون الخبز محمص ومقلي هيك مقرمش معنا ليعطي طعم طيب مع الفته. اول ما قليت الخبز تبلته بالملح وبشوي من الكمون لحتى ياخذ هي الطعم الطيب اللي حتتوازن مع اللبن. بالنسبه لخلطه اللبن اللي عملناها الفوم، حضرناها من اللبن تقريبا كوب من اللبن، وزدت عليه كوب من اللبن الحامضه. اساسي كثير انه تكون الخلطه حامضه واخذ هذه الطعمات اللي بتميز الفته عن غيرها من خلطات اللبن. بعد ما حطينا اللبن مع اللبنه زدت عليهم ربع كوب من الطحينه، ربع معلقه ثوم لانه قلنا حنستعمل الثوم هلا بالتقلايه، وزدت عليهم كمان نص ليمونه لحتى يعطي الحموضه، واكيد اساسي كثير انه نزيد عليهم الملح. هلا بعد ما انا هون بصحن التقديم حطيت الخبز، راح نحط عليها اللبن. هاي طبعا مرحله التقديم عاده بنكون عم نحضر الخبز مع اللبن لحتى ما السوائل الموجوده باللبن تخلي الخبز هيك يتشتش معنا، بس حاتاكد انه انفردت. وحلو انه يبين اطراف الخبز من على جنب، بتعطينا هيك شكل احلى او يعني بتعطي شعور انه شو حناكل بقلب الفته. هلا ححط بهذا الوقت السمنه على النار لحتى تبلش تحمى. بالسمنه حنحط الكزبره الخضراء والثوم لحتى كمان تكمل الطعمه.
بهذا الوقت اللي عم تسخن فيه السمنة عم بستعمل معلقة، يعني ما في داعي نكتر كتير من السمنة. حأستعمل الروبيان. بالنسبة للروبيان اليوم حميت المقلاية كتير، استعملت زيت الزيتون، وبعدين قلينا الروبيان مع شوي من الملح والفلفل الأسود والبابريكا لحتى يعطي هذا اللون الأحمر الحلو. حنحطهم هلأ على وجه اللبن بهالشكل هاد لحتى اصلا شوفوا هيك اللون عطلت الالوان كلها هذا الشكل اللي احنا بدنا اياه، بس لسه بضل اللون الاخضر من الكزبره. هلا هون بعد ما عبيتهم هيك فينا اكيد نحط الكميه اللي نحن حابينها. حاتاكد هون انه السمنه عم تبلش اول شيء تحمى بشكل كامل. طبعا بالنسبه لموضوع طشه السمنه او لما بنحط السمنه على الاكل كثير ضروري انه اول شيء نحمي السمنه، بعدين باخر لحظه بنزيد عليها اي شيء نحن حابين نزيده. يعني اليوم نحن حنستعمل معلقه من الكزبره المفرومه، الكزبره الخضراء المفرومه، ومعلقه من الثوم المفروم. فكتير غلط انه نحن نحمي السمنه نحط بقلبها المكسرات بعدين نرجع نحطها، في شيء فيهم حيروح غلط. فانا عندي هون شوي من اللوز المحمص رح حطهم على الروبيان واللبن مع الخبز. هلا اول ما بتطلع دخنه السمنه رح حط معلقه، هذا الصوت اللي كان بدنا اياه اليوم، من الكزبره مع معلقه من الثوم. بس رح حركهم شوي بهالشكل هذا، وهلا على طول بدنا هلا هون الكاميرا على الصحن حنحط السمنه مع الثوم والكزبرة، وهيك بهالطريقة هاي بنكون كمان أعطينا طعم أكثر لللبن وطعم للروبيان، وتكملت النكهات كلها اللي موجودة من البابريكا للكزبرة للكمون، وصارت بهالطريقة هاي فتة الروبيان مع طشة سمنة. أنا بهيك بكون خلصت هالوصفة، أكيد رح نرجع ندوقها بعد شوي، بضل في عنا كمان بعض المكونات، ما بعرف إذا أكلوا هاني بده يجرب يتأكد فوم ولا لبن، هلأ شك بالموضوع. تسلم الأيادي شيف. هلأ أنا وهاني كنا قاعدين نتناقش في موضوع المقال، ولكن لما سمعنا الشهادة لفينا ونبغى نشوف المنظر، كان منظر رائع وإحنا جاهزين ندوق بعد شوية. هلأ جاهز الأكل؟ لأنه سؤال مهم، ثقيل أو خفيف؟ يعني انت من وجهه نظرك؟ لا انا بالنسبه لي الحب هو لوحده بيفرض نفسه، مو مثل الفته. يعني فته ثقيله ولا خفيفه او والله الحب موضوع واسع. انا من وجهه نظري ان لا يوجد قاعده للحب علشان نتبعها، كل قصه حب هي فريده من نوعها، وهي لها قوانينها وظروفها اللي يعني طلعت هذا الحب. وفعلا حبك للاكل طيب، وهذا الحب اليوم مستمر. الحب بين ايش هذا البليت على التقديم على البرزنتيشن. انا ما بتحمل ضميري ما سمح لي كثير، عملت هاي الفته بالسمنه وهي حطيت عليها زيت زيتون، بس لانه هيك جاني شعور الاحتمال نختار. يعني ممكن تدوقوا من هي وبدنا تكملوا على الزيت زيتون. انا بقول خلي السمنه لهاني وانا وساري خلص. هو كذا انا حطيت. تسلم الايادي شاف، شكرا يا دانا.